رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري بأربعة أعشار بالمئة للعام المالي 2021-2022 إلى 5.6%، ومثلها للعام المالي الذي يليه. على جانب آخر، خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 0.5% إلى 4.4%، وهذا على خلفية تراجع التوقعات لنمو أكبر اقتصادين في العالم أمريكا والصين. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل 3.8%.